بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى: باب من بلغ علما، باب يزون بيانا فللن دكي تشكين يسد ساكون إلم كجيو كجي كجير ككويا ككوير كساني كسانر. كوي كوير ايشكي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير وعلي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا ليث بن ابي سليم ليث بن ابي سليم عن يحيى بن عباد. اسمه أبي سليم أو سليم؟ سليم نه يربو تأخو، أكوي سليم، ناكو سليم نه، إيه، نيما ناو سليم نه، أما تيو تيو إن أمنا كرم تاجي، مو كرم تاجي كذا، مو كرم تاجي كذا. سليم نه، سليم. أيها ابن عباد، أبي هريرة الأنصاري، أنا أبيه، عن زيد بن ثابت قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله صلى الله عليه وسلم يتي نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. محل الشاهد كيف نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد في علي بن محمد: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. نظر الله امرأ من ظلت الله حسكك باوة ونباوة وند يجي مغانا تحديثنا فبلغها يجي كرنجر يسنر دمتاني من ظلت الله يمشي الدعاء دنظارة wannan addu'a me take nufi annadara annadara haskakawa me za haskaka mun karanta qala al-khattabi da'a lahu bin nadara wa hiya an-ni'ma yaro kan masallan nadara ni'ima kenan wa hiya min an-nadarati wa hiya fil asli husnul wajhi an-nadara shine kyakkyawan fuska hasken fuska والبريق لكلي حسكي وأراد حسن قدره معنى قدر درجة ستار أو ككا والمراد أبن أكي نفي نظر الله امرأة ألبسه الله النضرة ألا يسام ستفا حسكي وهي الحسن وخلوص اللون شين يزما يسام كو يسام حسكي أي جمله وزينه وأوصله الله إلى نظرة الجنة تندق حسك الدنيا الله يسامش حسك هرش من الجنة أي نعيمها ونظارتها. قال ابن عيينة ابن عيينة يتي ما من أحد يتي باعتبق ونمتن نيبا يطلب الحديث ليكي كويو كراتي إلي من حديثي إلا وفي وجهه نظرة سيأسى محسك أفسكسا سبود البركة ونا أدرة فبلغها سعد سيتي فرب مبلغ فرب حامل فقه غير فقيه سو دايوا متن سيتي جيو كاراتو اما باشي دا كارفين استنباطي زي يا فيتدا حكومه حكومه دايوا اتيكي ورب حامل فقه الى من هو افقه منه سو دايوا زاكا زي كجيو كاراتو كجي كسنر دا وندا يفي كسنين يندا زي استنباط كجي كفدا مسا yayi karanta ya maida hankali a ci sai istinbati abinda kai ba za ka iya ba kai kuma kaje ka jiyo karantar da shi zarafi ali ibn mahmud sannan sai manzo Allah ce falasu
yace abubuwa guda uku, tabi'u guda uku, in mutum na tare da daya a cikin su ko su duka su, ba za a samu khiyana, yaudara da cin amana a cikin zuciyarsa ba. La yughallu alayhi na qalbu mar'in muslimin ikhlasul amal lillahi, duk wanda yake tace aiki tsakani da Allah ba zai ci amana ba, ba zai yaudara ba, ba za su sa wannan tabi'u muna nan tabi'u ba za su samu wuri a cikin zuciyarsa ba. والنص لأئمة المسلمين ما معنى النصيحة؟ النصيحة إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير للمنصوح له معنى أنا سن كيما سيا لأئمة المسلمين كيف كتير شوغبان أئمة المسلمين شين منظر الله صلى الله عليه وسلم مي إهمنين نصيحة نذاك يمشي كيكاوان بن سنة 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 ولزوم جماعته da lazimtar jama'an musulmi wa'annan tabi'u guda uku muke kiyaye su da wahala yaudara da cin amana da wawasa dukiya da menene da menene su samu zama a zukatan zuciyarsa ba za su samu ba sallallahu alaihi wa sallam qala hadathana muhammad ibn abdullah ibn numair qala hadathana abi am muhammad ibn ishaq an abdussalam an az-zuhri am muhammad ibn jubair ibn mut'im an abihi qala قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا او منا عند جيش مسجد الخيف فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى وحول السند قال وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ai gajin manzo Allah abubuwa guda uku da ya fada mutu yana kokari ne su da wahala yaudara da cin amana da zamba cikin aminci ya zauna zuciyarsa ai an ji abin da ya fada ikhlasul amal lillahi wan nusila a'immatil muslimina ni zamana kowa zaka yi mu'amala da shi an nasihatu iradatul khairi lil mansuhi lahu ba haka aka fada ba hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna ana zai suna mishi nasiha irin ta bahaushe a'a mukhlisuna duk abin da zaka yi kai tsakani da Allah ba ruwanka da wanda zaka yi ma Allah kake kallo yana kallonka inda aka je aka dawo Allah yana kallonka kuma ana kira man katibin suna rubuta abin da zaka yi kowa zaka yi kai mishi saboda Allah to ba zaka je ka salwantar da abubuwa har mutane su shiga wahala ba an fahimta kai ba za su iya daukar littafin hadisi su zaunar da jama'a ko su karanta ko su amma suna isar da saƙon da hadisi yake faɗa ga jama'a zalla hana kaza zalla ya ce aika ba za su shiga ƙarƙashin wannan abu mai manzon Allah ya ce nadara sami'a ma fa ballagha ina ma na fa ballagha sai isar da saƙo dan ya ji ya ji da larabci ya isar to Allah ba ji Hausa ne shi halice da ma to shikenan abinda ake nufi isar da sako ka karanta nuna ma mutane Allah yana son kaza Allah baya son kaza qala hadathana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Walid qala hadathana Muhammad ibn Ja'far qala hadathana Shu'ba عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه باقي شيء با إنما أنا فبلغه إيش هذا سب إيه آه أنا فاهم فيتر أنا فاهم كنا فاهم فيتر ده شيء كندا إيراكي ya isar ko ya karantar ya isar to bazan ya shiga ciki kenan ku in ka ce ya karantar inda ya karatu ba fa to ya karanta shine min babin aula kenan suke mai
karatu da aka da mai? Oh, to. Yana ta. Na gani. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Abin da yake ba su tsoro ke. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أمناه علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكر قال يتي ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر من زأ الله يا خطبة رانا ببن صلى فقال سيتي ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو آله من سامع منذ الله يخطب رانا صلى إتي ليبلغ الشاهد الغائب وند حلت وند خطبة يجي يسد ساقوم وند في سامزوابا فإنه سبو دتي واشيان الأمر يكي رب مبلغ يبلغه دايوا متانن دا بيجي ياجي با انجيو ني aka zo aka sanar da shi aka isa masa sako aw alahu min sami sai fi wanda zai jiyo ma fahimta haddace abu qala hadathana abu bakr ibn abi shayba qala hadathana abu usama wa hawala sanad qala wa hadathana ishaq ibn mazur qala anbana an nadhr ibn shumayl an bahz ibn hakim an abihi عن جده معاوية القشيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كشورارا ليبلغ الشاهد الغائب قال حدثنا أحمد بن عبد قال أنبأنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد ابن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى ابن عباس عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم ليبلغ شاهدكم غائبكم وندي حضرت أهلرت أتكينكو يجيو يسد ساكم وندي بحضرت قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحنبي عن معاذ بن رفاعة عن عبد الوهاب ابن بخدي المكي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه wannan hadisin nadar Allah mura'a sai da wani mutum majistir akai adadin hanyoyin da yazo da maganganu da ke ciki da mai da mai nadar Allah mura'a sami'a maqalat malaman hadisi suna alfahari suna jin dadin wannan hadisi babu man kana miftahan lil khair babin da yazo na wa'ansu bayan Allah Allah yana azurta su zamo mabudai mabudai ne na alkhair duk inda alkhairi yake zaga hannu suna da hannu a ciki duk inda shirri yake zaga suna rufewa ba sa son sharri to in mutum ya zama haka me yake me yake darajarsa qala hadathana al-husayn ibn al-hasan al-marwazi qala anbana muhammad ibn abi adiyin qala hadathana muhammad ibn abi humayd qala hadathana hafs ibn ubaydillah ibn anas ana anas ibn malik qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna minan nasi mafatiha lil khair wazala ce tabbas a cikin mutane akwai waɗanda mabudai ne na alkhairi miftah mafa al mafatih jam'u miftah wal miftah ma bihi yuftah ce yace cikin mutane akwai wanda su mabudai ne na alkhairi
مغاليق للشر مقلين من الشر دكوفا دا اكي الشر جي سو كولي دكوفا دا كوي الخير بودي واسكي وان من الناس مفاتيح للشر اعاذنا الله منه اجي متاري كوا اكو عندنا مبودين من الشر دائما ما شر اكي بسو ما زاس باس مغاليق للخير باس زوس الخير فطوبى لمن جعله الله مفاتيح الخير على يديه فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه اتي ما دل الجنة الخير يا تبتغى وند الله يسكى مبود الخير أحننسا وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه بني سنن عذاب كما تبتغى وند أكسى مبود الشر أحننسا الله يكيه قال حدثنا هارون ابن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزع الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن وأن الخير يتكيغني تسكوكيني ولتلك الخزائن مفاتيح وإن جاءكم تسكوكم كما سنة مبودي فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاكا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاكا للخير هذا ما له حديث صبر سنسين سورنا حديث معنى سدهي دين أما سند أقوي روني شيء ضعيف جدا باب ثواب معلم الناس الخير babin da yazo na falalan dake cikin ilmantar da mutane alkhairi sanar da mutane alkhairi qala hadathana hisham bin ammar qala hadathana hafs bin umara an usbana min ata'in an abi darda qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa innahu cewa shi yadda al'amari yake tabbas babu ko shakka la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ardi halitta sama da kasa suna neman gafara ma alimi malami hatta al hitani fil bahri har kifi a cikin teku qala hadathana ahmad ibn isa al misri qala hadathana abdullah ibn wahab an yahya ibn ayyub عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم من علم علما وند دي كرنت دا علم يسند دا علم فله أجر من عمل به يناد لا دا دوان دسكي أي كي دوان علم لا ينقص من أجر العامل بزا أرجي لا دا وند أي كي مبا شما ذا باش لا دا شي با أبنى قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريم الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلمة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث يجي يجين ابن ده متون زي بري الدنيا باير رايوسا ابو كني ولد صالح يدعو له دان قري يرى مسا الدعاء الله مسا غفره وصدقه تجري يبلغه اجرها ده صدقه الجاريه كده ينا الاخره لا دنا غدانا زوا غريش وعلم يعمل به يعمل به من بعده ده علم ده كرنتر يا سنر باين يا موت kuma na aiki da ilimin ana aika masa lada duk wannan matan hadisin baki da ai mahallu shahid ne ko mahallu shahid shi nan da yake thawabu muallimin nas alkhair ko aina mahallu shahid shi wannan hadis ilimin ko قال حدثنا أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد ابن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه
قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب ابن عطية قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من ظن الله صلى الله عليه وسلم إتي إن مما يلحق المؤمن من عمله تبس ينا تكين أبندك إسام مؤمني الآخرة تكين أي كرسة وحسناته لكياو أي كرسة بعد موته بايا متوسة علما علمه ونشره علمي دي كرنجر يهاء وولدا صالحا تركه دتان كيركي دي برش ومصحفا ورثه دل القرآن دي قادر أو مسجدا بناه ومسلاتي دي جنا أو بيتا لابن السبيل بناه وجدا دي جنا برش وبسي وكفينا ابن السبيل أو نهرا أجراه كوريجيا دي كوكو رمى أو صدقة أخرجها من ماله كو صدقة دي فتر أجكن دوك يرسى في صحته وحياته ينا لافيا ينا جدا كوئي أما سيدة يزوغا شنا يودبا يدزا أي زيمت كوئي باشد أنفاني كينا رنا يتي نابا واني كذا نابا واني كذا تؤمبا كماسو مامي ذاك يرسى أما لو كشن كان جدا يوكوئي كالوكا كبايا من بعد موته محل شاهد واضح أو يحتاج إلى نقاش واضح أين محل الشاهد علما علمه ونشره علما علمه ونشره طيب شيك نقول قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب المدني قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليم عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. هذا السند الضعيف أما معنى الحديث معنى حديث صحيح لكم صحيح سند ضعيف سيأتي هذا حديث ضعيف شكرا ما قرأتك باب من كره أن يطاع أقباب باب ديزونا وند بايا سو أنا تفيا بايا إيش أنا تفيا أنا بن بايا إيش المجر أنا بن بايا إيش سيستو سيستو يأي كنا سيستو كبا إيش كنا شينا بايا كنا كو يزاي إيه تزامو كنا تزامو كنا إن شاء الله صبر ابن ماجه نسائي ني اي با سو كرم باني سي سادا سي اي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن ابيه قال اتي عن كربو قال اتي ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل متكئا قط ولا يطأ أخبيه رجلان فأتبع أن من ذو الله نتعب أنت أكشين جنبا كوينا تفيا متانينا بمبايا شبا سبو دوي بينا قدن كر ألاما جرمان كي يشيب تكي دق أبن زينونا جيدة إسا أكشين جيدة أنا تعب أنت كو أنا تفيا أننا بايا أنا جيدة كي أنجي manzo Allah kenan amma wannan sunoni suna da wahala ba gemu ne da daga wando ba ko su sun fi komai sauki shi yasa kowa na da yi amma wasu abubuwan suna da wahala ko to yace wallahu ya'simuka minan nas ina munasaban wannan ayar da wannan magana kamata
والله يعصمك من الناس tace ma ruqiyar nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasbuku min an-nas daga baya aka manzal ce man ya harsuni wa zai min gadi zai bacci wa zai min kaza 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 ba haka bane ba daga baya aka saukar da wallahu yasbuku min an-nas tun daga nan sai Allah ya kare ni kowa ya tafi sa duk ɗan agaji kowa ya tafi sa ba haka bane ba wata mata baturiya wata arbatu da takarta wallahu yasbuku min an-nas tace tabbas manzo Allah manzo Allah ne yace in mutun zai yaudare kowa ba zai da yaudare kansa zaka iya yaudare kowa amma ba zaka yaudare kansa ba har yace kowa ya tafi Allah zai kare shi to tabbas sallallahu alaihi wasallam to buje maganar ka me kake son kai bayani a lokacin da kai ke zafi ai an faɗa wannan maganar wannan ya daga hannuna wannan ya daga hannu ai ta ana ba haka bane ba ai duk wanda ya hawa ma saukowa zai dole ai ba mutum mai sauko ba zai rikito ne da kansa ai gara mutum mai sauko a hankali ko haka ne قال ابو الحسن وهد بيان wannan yana zuwa قال ابو الحسن وحدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا ابراهيم ابن الحجاج السامي قال حدثنا حماد بن سلمة قال ابو الحسن وحدثنا ابراهيم ابن نصر الهمداني صاحب الخفيز قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا معان ابن رفاعة قال حدثني علي بن زيد يزيد قال سمعت القاسم ابن عبد الرحمن يحدث عن ابي امامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وترانا انا زافي منذ الله يوتي ومكبر بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه متاريك مزمت يعني بايم منظر الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه منظر الله نتفيع شيء متاريك سنزوبان شناج ليجي موسيقى سيجير أبين يمشي جرما أتشي أزو أتشي أنا قويم أنا بن بايش أي شيء مانا جرما كيزي شلتكيك وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه شيء منظر الله يزونا كوشي كوشي كواسي دسكوشي غباء sannan ya tashi yana bin su li'alla yaqa'a fi nafsihi shay'un min al-kibr walakin sanad da'if li'alla yaqa'a fi nafsihi shay'un min al-kibr ya tsofili ko eh qala hadathana ali ibn muhammad qala hadathana waqi'u an sufyana an al-aswad ibn qais an nubayhi al-anazi عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه فنزل الله إلى تفيا صحابا سنة قبل سنة وتركوا ظهره للملائكة يسو بربا يشم ملائكة سنة قبل صلى الله عليه وسلم مدن أزمي saboda me ashe san inda aka to lokacin da Annabi Musa ya je da ɗan Shu'aibu suna tafiya ita ta san inda za amma mace ce baya son ta ci gaba in mace duk inda aka ce mace wannan mace ce to fitina ce maimakon ya bar ta ci gaba yana tafiya ba ita ba gidansu bane ba hanyar gidansu bane ba Annabi Musa ya san gidan ne inna abiyad ukal yajziyaka ajra ma sakaita lana to mu tafi iya za a yi ta ci gaba ita ta san gidansu mace jikin mace fitina ce ga namiji ba jikin mace ba duk abin ne dangance mace fitina ce ga ɗan namiji sai haka ne
daidai da takalmin da mace ke sawa, daidai da masu duk kayan mata da ake sawa kaji, matasa suka gani ta yi musu sha'awa, sai na sa musu fitina ne. Ngai me? Ko ku ce din mata haka ne, an fi sayawa ana kalli. Fitina ce haka kawai ga ɗa namiji. Daidai da takalmin mace, daidai da masu ɗinki a kama nan a yi mene a mene, haka abin da yake. Ainihi wanda ya kawo wannan tsari na ɗinki-ɗinki ya aka yi, wani ba Yahuda ne, yana so ya ga me yake ɗauki hankalin maza, sai ya ɗauki ƴarsa shi sa mata riga ya rufe jikinta duka. Tana tafiya yana rubuta yana mai kenan mulahaza yana note kenan, ai an wuce uri kaza kaza, an wuce taludu, mutum ukare suka mai suka kalle ta mutum biyar ne, sai ce aka koma gida, sai ya kama wannan rigar ya matse nan ya matse nan ya gyara nan ya gyara nan, sai ya dawo kuma ana wucewa, kowa sai gani kowa sai gani, ya san in ana son a fitinin namiji a bari mace ta sa rigar da zai fito da fitinan ta. Yau daga nan aka samu ɗinki irin waɗannan ɗinki-ɗinki da ake. Miftahu babatihu lishar. Ban ji ba? Miftahu sharri kenan? Manzo Allah ya ba da labari ya ce akwai cikin mutane abin da su duk ƙasashen Turai ne ake. Abin da yake tafiya ke, to kace in an san inda za a kenan shine almajiran za su shiga ba kenan ko, to ai ko ba su sani ba, ai ba suna tafiya ne mil ɗaya tsakanin su ba, ba kusa da kusa suke ba, ana tafiya an ɗauko titi an kama hanyar taludu, ai ba za a yi ba, sai in an kai taludu tukuna ai tunanin wucewa za a yi ko hagu za a yi ko dama za a yi ba, haka ba ne ba, to sai a jira kuma. Zai yi ko ba zai yi ba? Ban ji ba? Masu ɗinki masu da kaya. Kowannan matashi ya gani sai ya tarar mishi hankali. Kowannan mata namiji ya gani sai ya tarar mishi hankali duk abin da ya dangance, na ce da na ce ma duk abin da ya danganci mace, ko dan kwalinta ko ma ya fita duk abin da ya danganci mace yana jan hankali ko? Haka ne ko ba haka ba ne? Haka ne? A sa me? To ina ruwansu da kai? Ina ruwansu da kai? A yanzu kana so ka kare addinin ka, sai kai hakura da abin da ba a rasa. Ai duk sa'ar da mutum ya ce yana so ya tara duniya, to sai wani abu da addinin shi fa ya salwantar. Shi ya salwantar da addinin shi. Ko kai ka shiga ɗakin, ko kai ka shiga gidanka ɗakin, ga zanin matanka na rataye da riganka na rataye ɗaya suke a idon ka. Ɗaya suke? Ke sa manzo Allah ce ba'idu baina anfasin rijal wan nisa. Fitina ce kuma sai yanda Allah ya sai istighfar. Annabi Yusuf annabin Allah ne. Da ya roki Allah wa illa tasrifu an. An wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahili. Manzo ne na Allah. Amma ya roki Allah ya roki Allah ce wa illa tasrifu anni kaidahunna asbu ilayhinna, sai Allah ce fasarafa anhu kaidahunna. Ba haka bane ba? Fastajaba lahu, ba haka ya fada ba? In annabi Yusuf ya faɗi wannan, wanda shi kansa matan suka fidin da shi, shi kansa kuma ya ce Allah in ba, ai ba haka bane ba? To yaya aka yi mace ɗaya ce ta zo Imratul Aziz kuma ya ce wallah ta sirra ne kai da hunna mata da yawa, ya aka yi? To da ta ba Hey.
wannan duk ba shi da ba mu haddu shayar da cike wa illa tsirra ni kai da hunna eh eh baje ba eh mahallu shahid shine eh ina mana Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Burhan Rabbi Yusuf ma Muhammad bin Yusuf duk abin da malamai suka faɗa wani abin ma sai ka ko jahili ko duk shashancin mutum yana zai fasikanci da mace ya ga uban shi ba zai ji balle annabin Allah duk wannan ba shi bane duk waɗanda suke cikin wannan kisan sun wanke annabi Yusuf eh duk wanda ke cikin kisan shedan imratul aziz da sarkin da aziz shi ke da aziz kowanne sai da ya wanke annabi Yusuf nassin aya kana so karanta su zaka yi abinda al'ana hassasal ana rawatu annabi matar kanta ta wanke shi mijinta kuma yace Yusuf a'rifa hadha wastaghfiri zambiki mai kenan shaydan da ke ciki yace illa ibadakal mukhlasina Allah kuma yace muka zabi yana cikin bayan mu muka zababbun bayan mu duk waɗanda suke cikin kukinsa sai da suka wanke annabi Yusuf to abinda ya ba annabi Yusuf tsoro yace wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min aljahilina yana zaune suka zo abinda ya kawo su kenan ko da suka zo suka zauna yaya aka yi yaya aka yi mace ba ta iya magana da ido da baki ba ta yi magana da ido ba amma infial mai infial eh ma yanayin fuskarta tana gani yana gani mace za ta yi aka ce to shege ba ya ce asharat bi tarfil ayn khifata ahliha isharata mahzunin wa lam tatakallam fa ayqantu anna at-tarf qad qala marhaban fa ahlan wa sahlan bil habib al mutayyib ayan duk kuna zaune na haka kowa zai mai ishara nace yanzu sai na tausa sai na faɗi abinda zan faɗa ba za a yi ba ne ina kallo wannan shi a karkashi zai ta yi na zan kirga maka da ido ba yi ya ce mi ya duk a yi ka karanta duk waɗanda ke ciki wannan kisan ta shafe su kowanne sai da wanke annabi Yusuf ya sa duk abinda malaman kisan da tarihi suke fada sun ɓata lokacin su ina mana Muhammad bin Ha ina mana Muhammad bin Ha eh mai ke suwa ke nuna ya himmatu ولقد همت به مغنا تاكاري ولقد همت به مغنا تاكاري وهم بها لولا ان راى برهان ربه بعدين ياغى برهان اوبنجي شي بلا هم بها ما فما هم بها لولا باب الوصاه بطلبه العلم باب ديزو وصيتي دا اكاي وصيا اكاي ما طلبه العلم امتنتاسو اغيرماماسو اكولا دسو اسن يد زا اي سو iya ci gaba da neman ilimi kada a wulakanta su
kada a kyale suna shan wahala kada 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 wayannan baki daya shine wasatu bi talabati alilm ki qala hadathana muhammad ibn al harith ibn rashid al misri qala hadathana al hakim ibn abda an abi haruna al abdi an abi sa'id al khudri an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala سيأتيكم أقوام يطلبون العلم وأنسوا متاني ذات زمك سنعني من إلمي فإذا رأيتموهم فقولوا لهم إن كنغنسوا كتيمسوا مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم قلت للحاكم ما أقنوهم إلى ما أنا وقنوهم قال علموهم mana talibin ilimi ana girmama shi ne ana mutunta shi ne saboda abinda manzo Allah ya ce ayi mishi yana cikin girmama talibin ilimi sauka mishi hanyar da zai iya samun ilimi shine gidaje a samu masu kudi su gina auqaf na talabatul ilmi su suna kwana cikin kyauta shine kamar hostel din da ake jami'o'i kamar Kano a ce ai kasar Kano duk kasar Afirka ba abinda ba inda akai Kano musulunci da yawa da addini da ilimi sai a samu masu kudi wannan ya gina ribat wannan ya gina wakafi in talibai suka zo karatu a ba su wajen kwana wa mutum yayi karatu har ya gama ya tafiyar sa a ba su abinci wannan a ba su abinci a ba su kaza 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 mutane da yawa sun yi haka a kasar Madina to sa'an nan taliban ilimin kansu kuma fa sai a mutunta su akwai wanda suke sun gidaje su bar sokafi ko shekara in an karbi hayar gidan sai a nemi taliban ilimi wanda suke karatu a harami suke karatu a cikin harami a rarraba musu kudin me shi ya mutu ya fi shekara nawa kaga wannan lada na kai mishi to yana cikin girmama taliban ilimi a kula da halin da suke ciki misali yanzu halin da ake ciki a Kano aka ce karfe 6 daidai ba a son a ga kowa kan babur to she vice chancellor shugaban jami'a ya ce ya kafa doka duk karatu a jami'a ya kare karfe 5 amma duk karatun za a yi 4 to 6 karfe 4 zuwa karfe 6 daga Bayero University zuwa Kura minti nawa zai kai shi zuwa Hotoro zuwa Dawanau zuwa Miltara zuwa ɗan kaba zuwa menene da menene minti nawa zai kai shi to wa'annan yaran da suke karatu din nan wallahi tallahi wani dabara ake yi a sa baburin shi mai zai kai shi ya dawo da shi in ba baburin ya hau ba kudin da zai dauka ya hau mota daga unguwan su Dakata ko Dawanau ko Miltara ya zo Bayero University ya karatu ya tashi ya koma wallahi ba su da kudi sai dai ya bar karatu in kuma aka ce an tashi 4 to 6 ana tashi karfe 6 ya zai yi ranar sai ba zai zo makaranta ba to dun me program 4 to 6 sai ce tun da ɗalibanmu suna shan wahala wani fa daga Bayero University ya tashi ba kura ba ko unguwa uku ne minti nawa zai kai shi Hotoro ɗan kaba Miltara ko Dawanau to an takura mishi kenan wallahi tallahi kudin da zai dauka sai mai ya hau baburin shi zai dawo ya fi mishi sauki da a ce zai shiga a daidaita sauko mota ya je Bayero ne sai ya karatu ya dawo wallahi uwarsa ba ta da iyayensa ba su da kudin da za su ba shi yau sun gwammace a sai mai ko na naira 500 ne a sa mishi zai kai shi ya je ya dawo amma in aka ce ya dauki mu ya dauki a daidaita sau daga ɗan kaba zuwa BUK nawa zai biya daga unguwa uku zuwa BUK nawa zai biya zuwa da dawowa zai kai nawa me 600 to kula da ɗaliban ilimi sai a ce wannan kara ilimi muna karantarwa ne ɗaliban nan suna da mutunci suna da daraja kuma ga halin da ake ciki sai a ce duk 4 to 6 an canza karatu ya gama 5 karfe 5 kowa ya dauki babur shi je gidansa ya zauka lafiya gobe kuma ya ji daɗin zuwa makaranta amma in ba ka 4 to 6 din yana kada musu hanta yana tayar musu da hankali
shi da kanshi ya san ba zai dau babur ya zo ba don ya san karfe 6 ma karfe 6 ma in har ka baka hanya shi balle a ce karfe 6 zaka tashi makarantar sannan ka kama hanya kuma to dole ya bar babur shi gida ya nemi mota ya shiga ya je makaranta ya shiga mota ya dawo to ba kuɗin da za a yi wannan to in aka sassauta musu wannan sai kaga Allah ya sa mu malaman albarka da makaranta albarka da komai قال حدثنا عبد الله بن عامر ابن زرارة قال حدثنا المؤلا والله تالله wannan talibai da kuke gani Allah kada ya san wahalar su shekaru 20 da muke akwai taliban da ranan juma'a zai tashi wannan zai shi daga biyuki zai habbir gidan wajen uwarsa zai shi har wurin sa wajen uwarsa ya nemo abincin da zai zo ya zauna kuma ana ci sati uwarsa za ta har hada da abin da take da shi ta bashi kafin a gama karatu sai an ji ba dadi kaga mu yaro mutu gashi da kyamma ya kode ya zama kaman menene da menene ya zama ashasa akbara gasu nan da yawa da Allah awani rancen kaza da ya karba ya gudu kenan yanzu zama sun gama karatu sun zama manyan ma'aikata sun samu sun zama manyan mutane to amma lokacin da yake karatu shi a sauka a tausaya masa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihi duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'ummata ya takura musu Allah ka takura mishi ya matsanta musu Allah ka matsanta mishi addu'ar manzon Allah Allah ya karba in malami ne yake takura musu kaga Allah shi ma ya takura mishi yayi karatu ya karanta yayi turanci yayi larabci yayi hausa yayi degree yayi phd yayi masters yayi professor ya karasa ganshi ya kode yana tafiya ba abin da zai ya kode ya rasa me yake ciki ya rudi ai bajinta har an gaji amma in kana tausaya ma bayin Allah sai ga Allah yana sa albarka cikin rayuwarka sai kana da samun tsaka kana da samun kwanciyar hankali an fahimta eh zuwa nawa ai za ka yi magana kana yi da wanda zai shaurare ka ne watakila vicense na iya ji ya ce to gaskiya yaran mu suna shan wahala ko malaman kansu sun ji su ga cewa manzon Allah ya ce duk wanda ya takura ma al'umma Allah ya takura masa shi amma wa za ka faɗa ma tun yaushe ake cewa a ɗan ɗaga zuwa bakwai ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم